اولا اللي خصنا نعرفوا انه امام هذه الغطرسه العالميه واللي كنلقاو تاثيراتها في الدول ديالنا، يعني من ضرب الوسائط اللي كانت معروفه من احزاب من نقابات من جمعيات وكذا، كنجبروا بانه الشعوب كتندم راسها في حراكات اجتماعيه. شفنا هذا الشيء في اوروبا وشفنا قبل من اوروبا في امريكا اللاتينيه واليوم في المغرب، واحد العدد ديال الاحتجاجات اللي هي مشروعه، لان الناس كيشوفوا بانه كاين هناك تبخيص ديال الحوار الاجتماعي، ان هناك ضرب ديال النقابات، ضرب ديال كل الوسائط، وكيبقاو الناس كيعانيو من ضرب ديال الحقوق ديالهم ومكتسبات ديالهم وما تيلقاوش الجهه اللي يتوجهوا لها. ولهذا لقينا بان واحد العدد ديال الفئات ديال المجموعات كتنظم راسها بحال الصحافه انتم اليوم، ولا الناشرين، ولا قبل منكم الاساتذه، ولا الطلبه ديال الطب، لانه خصهم يعرفوا الى اي وجهه يجب ان يتوجهوا، وباش يكون القرار ديالهم ديمقراطي ويتشاروا فيما بيناتهم شنو هي الاولويات ديال المطالب ديالهم. فانا كنحييكم، ولكن كنقول ما خصناش نتخلوا ايضا على الوسائط اللي هي كتسمى تقليديه، من احزاب جاده، من نقابات، ونطرقوا باب المؤسسات اللي هي مسؤوله خصها تحمل معنا المسؤوليه ديالها. انا معكم، انا كنقول لهم خصهم يعترفوا بالممثلين ديال هاد التنسيقيات وديال هاد الحركات الشعبيه، لان دابا ولا هذا معطى موجود. ولهذا انا معكم، وكيف قلت للممثلين ديالكم انا كنتظر نطلع على الملف المطلبي باش يمكن ليا انه السؤال اللي غنوجهه للجهات المسؤوله يكون مبني ويكون كيستجب للتطلعات ديالكم مطالب ديالكم. على الراس والعين والله يحفظكم. شهداء غزه من الصحفيين الاعلاميين، الصحفيين اللي استشهدوا في غزه، كلمه للشعب الفلسطيني. وفي الحقيقه يعني انا سبق وشاركت في واحد الندوه خصصت للصحافه ودور الصحفيين بقطاع غزه، واللي لحد اليوم تقريبا شي 180 واحد اللي تم الاستشهاد ديالهم والتقتيل ديالهم عمدا، لان الكيان الصهيوني الغاشم الذي يقوم بحرب اباده تجاه اخواننا في فلسطين لا يريد للصوره ان تصل، لا يريد للمعلومه الصحيحه ان تصل، وهو يحاول عبر تحكمه في شركات القفام اللي هما جوجل وابل ومايكروسوفت وكل شيء باش يوصل الصور اللي بغاه هو، باش يمكن له ياثر على الراي العالم يعني الدولي العالمي. ولكن رغم كل هذا شفنا بانه هذه الاستشهادات ديال الصحفيين اللي احنا كنحييو ارواحهم زكيه ما مشاتش هباء منثورا، وصلوا لنا الصوره، وصلوا لنا الصوت، وصلوا لنا المعاناه، وهذا الشيء خلق واحد تضامن على مستوى المقاومه المسلحه في الجهه، على مستوى التضامن الشعبي العالمي، وشفنا خبراء وعلماء عالميين ودوليين وطلبه في الجامعات العالميه كيتضامنوا مع الشعب الفلسطيني، شفنا برلمانيين في برلمانات في دول ديمقراطيه كيتضامنوا مع الشعب الفلسطيني، شفنا اعترافات بالدوله الفلسطينيه، شفنا مطالبه بالاعتراف بالدوله الفلسطينيه، شفنا في بلادنا مسيرات مليونيه تطالب باسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني، شفنا الطلبه ديالنا دايرين عرائد تا هما يطالبون بوضع حد للتطبيع الاكاديمي، هادشي كله مهم، وهادشي كله بفضل هاد الصحفيين الذين كانوا ضمن المستهدفين الاساسيين من قبل الكيان الصهيوني، اللي كيف كتعرفوا ملي دخل الثنائي الصهيوني الامبريالي في العراق وهذا شكون اللي استهدفوا؟ استهدفوا العلماء، 800 عالم تقتلت في نهار، واستهدفوا الاطفال، واستهدفوا الصحفيين. ولهذا المهنة الصحافه راه مهمه جدا، ولهذا خاص المجتمع كله يدافع عليها وعلى استقلالها وعلى ضمان الحقوق الماديه والمعنويه ديالها، باش ما تكون تحت رحمه اي احد كيف ما بغى يكون، لا سلطه ولا اي جهه كانت، باش يمكن ليه يبقى هو الضمير الامه وهو المنور للعقول ديال الناس. وشكرا لكم. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.